أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولة تفتيشية على أحد الأسواق بمدينة الرياض بمشاركة وزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض وقوة الحملات الأمنية المشتركة. اليوم تمت حملة مكثفة من وزارة العمل وفرع وزارة العمل في منطقة الرياض على أسواق طيبة، وكان فيها مشاركة من المفتشين، مجموعة المفتشين حوالي 30 مفتش، وأيضا مفتشات تقريبا تجاوز حوالي 14 أو 15 مفتشة. وجدنا فيها جدية في العمل من ناحية التزام أصحاب المحلات، إلا أن هناك بعض المخالفات تم إغلاق جزء منه ووضع عليها إيقاف حتى يراجعون المكتب، وتم ضبط بعض المخالفات. وكان هدف الحملة التأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرار توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطين قطاعي الاتصالات والذهب والمجوهرات. وكان عدد الزيارات 174 زيارة، وعدد المخالفات المضبوطة 59 مخالفة. اليوم شاركت 15 مفتشة من مكتب عمل الرياض بحملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الشريكة لأحد الأسواق المفتوحة بشمال منطقة الرياض، للتأكد من التزام المحال بقرارات تأنيث وتوطين المستلزمات النسائية. 36 مخالفة تأنيث، وزرنا تقريبا 66 محل. زيارة أخرى لموقع آخر في نفس التوقيت على أحد الأسواق، وكانت نفس النتائج. مستمرين بالحملة ومستمرين بتصحيح سوق العمل، ومستمرين إن شاء الله بتضافر الجهود مع الجهات الأمنية للعمل تصحيح وضع السوق بإذن الله. وتأتي هذه الحملة استكمالا للحملات الأمنية المشتركة بمشاركة جميع الجهات المعنية في تنفيذ الخطة الوطنية لتوطين الوظائف في السعودية. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.